السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم أصدقائي فيديو جديد وخدعة جديدة من قناتنا قناة آر إم. بتمنى من متابعينا الأعزاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك وأكيد تعليق، لأنه تعليقك كتير بهمنا. خلينا نشوف خدعتنا تبعت اليوم عن شو بتحكي. طبعا أصدقائي خدعتنا تبعت اليوم تعتمد على أوراق اللعب. هاخد الأوراق طلعها وأزول الجواكر، بحكي له الشخص الأمامي يقسم الأوراق مرة أو مرتين براحته أو ثلاثة، ما في أي مشكلة. لما آخذ الأوراق هحكي له يقسم مرة جديدة، مثلا قسم هذا القسم، هخليه ياخذ أول كرت. بعد ما قسم أحكي له إنه كرته هاد هو من نوع الديناري وهو ختيار الديناري. لما حفتح الكرت حلاقي انه ختيار الديناري هو يلي قسم واختار الكرت بعد قسمه واجا بشكل عشوائي. هكرر الخدعة معه واخليه يقسم من جديد، مثلا قسم هون، هياخد اول كرت، هحكي له انه كرته احمر وهو قلب واربعة القلب حيطلع اكيد، وانا متأكد حيطلع اربعة القلب. نرجع بنعيد الخدعة من جديد، مثلا قسم مرة ومرتين حتى يتأكد. حفرجي الأوراق أكيد إنه ما فيها أي ترتيب مسبق. بعد ما قسم الشخص رجع قسم مرة جديدة مشان يطمن، أخذ هذا الكرت، هحكي له إنه كرته أحمر وهو ديناري كمان وهو 2 الديناري. لما هفتح حلاقي 2 الديناري. وهيك بتكون انتهت خدعتنا تبعت هذا الفيديو. استنونا بالشرح. اهلا فيكم اصدقائي من جديد. هلا خلينا نشرح خدعتنا تبعيت اليوم. طبعا الكروت يلي انا اخذتها حتشوفوا انه انتو ما فيها اي ترتيب، لكن بالحقيقة انا مرتبها بترتيب خاص. خلينا نشوف كيف انا مرتب الاوراق. طبعا اصدقائي بعد عزل الورق بانواعه الاربع اللي هي الزهر والقلب والبستوني والدينار، حرتبه بهاي الطريقة من الاثنين للقص. واحفظ ترتيب اللي عندي يلي هو اول شي حيجي الزهر، بعدين القلب، بعدين البستوني، بعدين الدينار، السنك، بعدين القلب، بعدين البستوني، بعدين الدينار. هذا الترتيب لازم احفظه انا. طبعا حيكون الترتيب لازم تحط الاوراق مثل ما انا راح احطها. اخذ اول 3 اوراق، الاثنين والثلاثة والاربعة، حطها فوق القص ورجع الكروت، واجي على البستوني اخذ لحد السبعة وحطها كمان من فوق، اخذ الديناري لحد العشرة وحطها كمان من فوق. طبعا انا بكون حفظت هون ترتيب انواع السنك، القلب، البستوني، الدينار. حبلش اخذ كرت كرت من كل مجموعة وطبق. طبعا اصدقائي بين كل مجموعة حيكون الفرق 3 كروت. مثلا انا هون اخذت بنت السنك، حيكون عندي بعدها بالترتيب ختيار السنك، القاص، الاثنين، حتكون الاثنين 2 الكبة او القلب. نكمل هنشوف هلا كيف حتمشي الخدعة. طبعا انا هيك حكون رتبت الكروت، لكن هي لما حيشوفها الشخص حيفكرها لخبطة.
هاخذ الكرود وهخلي الشخص يقسم بشكل عادي، لكن لما حيقسم قسم اللي حياخده انا لازم احط القسم الثاني فوقه اذا قسم. ولما حياخد مثلا القسم هاد ياخد الكرت الاول اصدقائي حياخده هو، ححط انا باقي الكروت من تحت طبعا، وبحركة لما حياخد هو الكرت المختار حطلع على اخر كرت شو هو. لما حطلع طبعا من دون ما ينتبه الشخص حطلع الكرت اللي هو خمسة السنك، حتذكر انا بعد السنك انه الثاني حيجي سنك قلب، بعد السنك قلب هو النوع الثاني بعد السنك. هعد هون انا ثلاث ارقام بعد رقم الخمسة طبعا بعد ما المح الكرت، من دون ما ينتبه الشخص انه طلعت على الكرت انا هاد اللي هو خمسة الزهر او السنك، احسب بمخي ثلاث كروت اللي هو ستة سبعة ثمانية، وبعد لون الزهر او السنك النوع اللي بعده كان هو الكبة، هتذكر انه كان الكبة وهو ثمانية، هقلب الكرت حلاقي ثمانية الكبة. وبنفس الشي خلي الشخص يقسم طبعا دون ما ألخبط الكروت، لأنه لخبطت الكروت حيتلخبطوا الأوراق وحيضيع ترتيبها. بعد ما يقسم مرة تانية فرضا قسم من هون وأخذ هذا الكرت، أنا كل مهمتي إنه طلع على آخر كرت مثلا هذا 2 الديناري، ححزر أنا شو هالكرت بعد 2 الديناري. طبعا الكروت مرتبة سنك كبة بستوني دينار، بعد الدينار حرجع لعند السنك اشوف مثلا هذا الكرت شو هو سنك، لانه اخر كرت كان ديناري مثل ما اني شايف انا ديناري حيكون اكيد سنك، وشفت الاثنين حعد ثلاث ارقام يلي هو ثلاثة اربعة خمسة، واكيد حيطلع خمسة الزهر او السنك، وحرجع اول كرت عشان كمان يضل بالترتيب. طبعا مهما عملت الخدعة هاي وضليت على هذا الترتيب حتزبط معك الخدعة من دون اي مشكلة. وهيك بنكون خلصنا شرح الخدعة، وشكرا للمتابعة، وبتمنى اللي وصل معنا لهاي النقطة الاشتراك بالقناة ووضع تعليق حلو، لأنه تعليقك أكيد بهمنا، وشكرا للمتابعة.